ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في الوقت الذي تنشغل فيه عمدة مدينة الدار البيضاء بصفقات السيارات الفارهة لها ولنوابها، فإن طرق العاصمة الاقتصادية لا تزال على حالتها التي يرتى لها، ولا زال قاطن الدار البيضاء وزوارها يعانون بشكل يومي من الانتشار الكبير للحفر بمختلف شوارع وأزقة المدينة، حيث بادر سائق سيارة أجرة للتطوع لإصلاح حفرة أصبحت شهيرة بمنطقة الروشنوار بالقرب من ملعب العرب الزولي. وتناقل فيسبوكيون صور سائق الطاكسي وهو يركن سيارته لإصلاح الحفرة من ماله الخاص، بعدما تبين أن عمدة المدينة لا وقت لها لتفقد شوارع المدينة.